الرئيس السيسي يؤكد على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وقطر في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير. خطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء لاستغلال الغاز وتوفير النقد الأجنبي. بايدن يوقع على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق على استمرار البناء على حجم الضخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن أمير دولة قطر أعرب عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمية، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا، وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية بهدف متابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء لاستغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره لتوفير النقد الأجنبي. وأوضح مدبولي أن الدولة قد اتجهت نحو توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما تشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم. وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين. وأوضح مدبولي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة. الحقيقة كان توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية. الحقيقة إحنا كدولة يعني تم التوافق عليها، وتم يمكن شرحنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله اعتبارا من نهاية هذا الشهر او بداية شهر سبتمبر هنبدأ في تطبيقها، اللي بتهدف في الاساس الى تخفيف الاعباء عن المواطن المصري. وفي نفس الوقت الحقيقة ايضا يعني احنا اتخذنا العديد من الاجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الامكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي بقت موجودة النهاردة واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة لنتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية اللي الدولة المصرية بتستوردها. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يكون لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على استبدال الغاز الطبيعي بالمازوت المصنع محليا في عدد من محطات الكهرباء. أكثر من 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي بيذهب إلى محطات الكهرباء
عشان تولد الطاقة الكهربائية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلنا. وده طبعا شيء يدعونا للتأمل وان احنا نتوقف عنه، لان كل ما هنقدر نرشد من الغاز الطبيعي اللي احنا بنديه لمحطات الكهرباء، كل ما هيبقى عندي فرصة ان انا اصدر اكتر، وان انا اقدر ان انا اجيب عملة صعبة اكتر. عشان كده يمكن اتحركنا من اكتوبر الماضي بخطوة ان احنا نظرنا الى محطات الكهرباء اللي عندنا، اللي يصلح ان احنا بدل ما ان احنا نوفر لها الغاز الطبيعي نوفر لها مازوت اللي احنا برضو بننتجه محليا، بحيث نستفيد ان كل وفر هنقدر نعمله ناخده كفائض وان احنا نصدره للخارج. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة توفر الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء بأسعار مخفضة وبأقل بكثير من الأسعار العالمية، وطالب مدبولي بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لزيادة صادراته للخارج والاستفادة من الأسعار المرتفعة عالميا. إن تسعير الغاز الطبيعي اللي الدولة حطته من اللي هو يروح للكهرباء مسعر على أساس إن سعر المليون وحدة حرارية يبقى 3 دولار. يعني المفروض إن وزارة الكهرباء بتشتري من وزارة البترول الغاز الطبيعي اللي بتستخدمه في توليد الطاقة على أساس إن المليون وحدة حرارية بتلاتة دولار. طيب سعر النهاردة المليون وحدة حرارية لو أنا صدرت المليون وحدة في الخارج، السعر العالمي النهاردة كام؟ 30 دولار. يعني معنى كده ايه؟ ان انا الغاز الطبيعي اللي انا بوفره علشان توليد الكهرباء انا بوفره داخليا ما بين الجهتين اللي في الدولة بعشر قيمته الواقعية في السوق العالمي. الكلام ده طبعا في وقت ما كان سعر الغاز في الاسعار الطبيعية المعتادة قبل ازمة الحالية كان ده جزء من الدعم اللي احنا كدولة قادرين ان احنا النهاردة نتحمله. لكن ممكن ان احنا النهاردة نتخيل مع بعض كل ما هقدر اوفر من من الغاز الطبيعي اللي بيروح لمحطات الكهرباء اللي انا بديها لها اصلا في الاساس بسعر 3 دولار للمليون وحده، انا كل مليون وحده حراريه هقدر اوفرها هقدر اصدرها ب10 اضعاف الرقم. كما اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه اتخذت عددا من القرارات التي سيتم تطبيقها بدءا من الاسبوع المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء. واوضح مدبولي ان تلك القرارات تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكوميه وايقاف الاناره الخارجيه للمباني. نبدا خطه محكمه، ويمكن النهارده كنا لسه في اجتماع انهيناه منذ قليل مع الساده الوزراء المعنيين عشان ناخد خطوات. هنعلن في مجلس الوزراء اللي بعد بكره ان شاء الله عدد من القرارات التنفيذية اللي هيبدأ تطبيقها فورا اعتبارا من الأسبوع القادم. أهم شيء هو ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبصورة عامة. يعني بمعنى إيه؟ إن إحنا النهاردة بعد مواعيد بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية يتم غلق الكهرباء وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية عن المستخدمة فيما عدا طبعا الوحدات اللي ليها يعني حساسية وليها طبعا طبيعة عمل خاصة، وحتى بعض الغرف اللي بتبقى موجودة في المباني الحكومية اللي بتبقى محتاجة تواجد الكهرباء فيها طبعا اللي هي الخاصة بالكمبيوترات والسيرفرز وكل الحاجات دي هنبقى النهاردة لازم تفضل شغالة. إيقاف تماما الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة. أنا هنا بتكلم على إنارة المباني، ان النهارده ما يعني التوجيه ان المباني الحكوميه كلها تتوقف عنها الاناره الخارجيه اللي بتنير هذه المباني. هنتحرك نحو تخفيض اناره الشوارع والمحاور الرئيسيه، ودي خطه النهارده بالتنسيق مع المحافظات ووزاره الكهرباء ووزاره الاسكان هنبدا في خطه واضحه لتخفيض إنارة الشوارع اللي موجودة عشان مرة أخرى تقليل استهلاك الكهرباء اللي بيؤدي إلى مرة أخرى ترشيد ووفر في الغاز الطبيعي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني اليوم عدد من القرارات الجديدة اتخذها مجلس الوزراء، وده كان في حرص الحكومة على التواصل مع المواطن المصري وإعلامه بالمستجدات الخاصة، خاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة. ويمكن ربما من أبرز هذه القرارات هو قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالطبع لعدد من الأهداف، ربما أهمها
هو توفير النقد الأجنبي من خلال تصدير الغاز الذي يتم استخدامه حاليا لتوليد الكهرباء. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد نحن بصدد قرارات في الحقيقة لها علاقة بترشيد من أجل الاستثمار، من أجل استغلال الموارد الطبيعية التي استطاعت مصر أن تستخرجها بعد عام 2014، ويعني تصديرها إلى الخارج، وأيضا استجلاب عملة صعبة. أعتقد أن الحكومة الآن بتطرح حلول ذكية، حلول خارج الصندوق، حلول بتجعل المواطن أيضا شريك فيما تقوم به الحكومة من جهود لمضاعفة استثماراتها في الخارج وصادراتها من المواد البترولية. أعتقد أن الترشيد الآن بيأتي من أجل الاستثمار لا من أجل العجز. لا يوجد لدينا عجز في الطاقة، ولكن نريد أن نستثمر ما لدينا من طاقة لمضاعفة، يعني إعطاء قيمة مضاعفة لهذه الموارد الطبيعية. أرقام اليوم أرقام مهمة يجب علينا أن نستمع إليها بعناية. نتحدث أن وزارة الكهرباء بتشتري الغاز من وزارة البترول ب $3 للمليون وحدة حرارية، في حين يعني هذه القيمة بيتم تصديرها ب $30. إذن الرقم كبير جدا، العشر تقريبا. ومن ثم علينا أن نستغل الآن الطلب المتزايد في السوق العالمي على الغاز، وأن نوفر هذا الغاز للتصدير. الحكومة المصرية بالفعل قامت بتجربة منذ أكتوبر الماضي، وقامت بتشغيل بعض المحطات بالمازوت، واستطاعت أن يعني تصدر مقابل هذا ب $150 مليون إلى الخارج. إذن علينا الآن أن نستغل هذه الفرصة، وأن نستغل هذا الطلب المتزايد على الغاز، خاصة مع اضطراب فصل الشتاء. أوروبا الآن تبحث عن كل موارد الغاز، وبالتالي علينا أن نستغل هذه النقطة في توفير وترشيد الكهرباء، ومن ثم توفير الغاز الذي نستهلك في الحقيقة 60% من إنتاجنا في إنتاج الكهرباء، ومن ثم تصدير هذا الغاز للخارج. أنا أعتقد أن هذه الخطة لها عاملين مهمين جدا، العامل أو نتائجتين مهمين جدا. النتيجة الأولى هي بالفعل أننا سوف نحصل على المزيد من العملة الصعبة من الخارج. النتيجة الثانية، وأنا أعتقد أن دي الأهم، هو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. تستطيع أن تصدر الطاقة كبديل آمن لدول أوروبا، وبالتالي علينا أن نستغل كمواطنين وحكومة هذه. وأيضا الحكومة أعلنت أنها ستبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في المباني الحكومية بشكل خاص، ودي بالطبع رسالة مهمة جدا لكل المواطنين في فكرة التوجه لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام في الحياة اليومية للمواطنين. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وفي مستهل جولته التفقدية أكد مدبولي أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات. وأوضح مدبولي أن الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون إلحاق أي ضرر بساكنها، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج السكن البديل بالمشروع لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة. وقد شملت الزيارة عرض إمكانيات المركز وأقسامه، كما تفقد الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعددا من المراكز والوحدات التخصصية. وقدم سفراء الدول الأفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على كل ما هو جديد في المجال الطبي، كما أشادوا بما شاهدوه في المركز من خدمات طبية متطورة. وقع لواء تيار أركان حرب يسري عبد الحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة زقازيق دكتور عثمان شعلان في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية. ويتضمن البروتوكول تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي الكليات العسكرية المصرية وخاصة خريجي الكلية الجوية بهدف الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال، تخصص إدارة الطيران والمطارات، أو درجة البكالوريوس في الحسابات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات الطيران، وذلك عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة. ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعيه الذي يتم توقيعه مع الجامعات المصرية بهدف رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا، وكذلك تعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم التجارة وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على مدار شهر في هذا الإطار. تصدي حاسم من قبل أجهزة وزارة الداخلية لجرائم جلب والإتجار وتهريب المواد المخدرة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في حماية المجتمع من آثارها السلبية، فقد تمكنت خلال شهر من ضبط 4576 قضية. خلال هذه القضايا نجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. قد تمكنت من ضبط أكثر من 299 كيلوغرام من مخدر البانغو، وكمية من مخدر الحشيش تزن 1437 كيلوغرام، كما نجحت في ضبط أكثر من 370 كيلوغرام من مخدر الهيروين، ونحو 39 كيلوغرام من مخدر الستروكس، وقرابة 23 كيلوغرام من مخدر الآيس، وكمية من مخدر الأفيون تزن أكثر من 15 كيلوغرام. الجهود الأمنية وفي مجال ضبط الأقراص المخدرة أسفرت عن ضبط قرابة 83 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 38 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون، كما تم ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 163 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا في هذا المجال بإجمالي مبالغ مالية قرابة 107 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة،
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. هذه النتائج الإيجابية في مواجهة جرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تؤكد جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع هذه الجرائم بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، وخلال الاتصال تطرق الجانبان إلى سبل التعاون بين مصر واليونيدو في إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل. هذا وأشاد شكري خلال الاتصال بمستوى التعاون المستمر بين مصر والمنظمة على شتى الأصعدة وفي مختلف موضوعات عملها، بما في ذلك استراتيجية اليونيدو للمناخ التي يتم التشاور حاليا حولها مع الدول الأعضاء بالمنظمة. أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بعد العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة، وتم تجهيز مساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية وأدوات حماية شخصية ومستلزمات إعاشة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخال المعونات بصفة عاجلة للشعب الفلسطيني. وصرح المدير التنفيذي للهلال الأحمر رامي الناظر أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية التي تولي الوضع الفلسطيني أهمية خاصة وتسعى دائما لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه المواقف. قدرنا ان احنا نجهز المساعدات بشكل سريع زي ما حضرتكم شفتوا، تواصل طبعا بشكر الحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية على دورها الكبير في وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. تبدأ الجمعية تتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال المساعدات من خلال المتطوعين، بنقابلهم على الطرف الثاني وبنسلمهم جميع المستهلكات والمستلزمات. بعد كده بيكون الوضع طبعا وتقييم الاحتياجات اتضح بالنسبة للهلال الأحمر الفلسطيني، بيبدأ يبقى في إرسال مساعدات مرة ثانية وثالثة. ده بالإضافة على إن الجمعية برضو بيجي لها اتصالات دولية من الجمعيات الشقيقة نحو إرسال مساعدات. إحنا طبعا بنستقبل الاتصالات ديت وبنستقبل المساعدات وبنقوم على مراجعتها مراجعة سليمة والتأكد من صلاحياتها وإرسالها إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني. كان في إقبال جديد كتير جدا من المطوعين في عمليات التعبئة، ويمكن كان في رغبات كمان، هم فاكرين إن إحنا نقدر نسافر نقدم المساعدات دي لقطاع غزة، لكن للأسف إحنا دورنا بينتهي عند التعبئة وتجهيز المعدات وبنرسلها لإخوات أو لزملائنا في فرع شمال سيناء للهلال الأحمر المصري اللي بدورهم بيحولوه لقطاع غزة عن طريق معبر رفح. استنكرت الرئاسة الفلسطينية تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أن عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس بالضفة الغربية يهدد باشتعال المواجهات وسيلحق دمارا لا يمكن تحمل نتائجه. كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة نابلس مما أدى إلى اشتباكات مسلحة واستشهاد 3 وإصابة أكثر من 69 فلسطينيا. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 16 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم وعبرت خط الوسط بمضيق تايوان. كانت الصين قد بدأت مناورات عسكرية بحرا وجوا قرب تايوان شملت إطلاق ذخائر بعيدة المدى في مضيق تايوان وفي 6 مناطق حول تايوان. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح للصين بعزل تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. ودفعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن زيارتها لتايوان وشددت على أن الصين لن تحدد من بإمكانه الذهاب لتايوان. All of the pieces of
هذا وقد نفذ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية فيما وصفه بأنه محاكاة لصد هجوم عن الجزيرة. وجاءت المناورات بعد أيام من أكبر المناورات العسكرية الصينية بمحيط تايوان، هذا وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد زيارة لرئيس مجلس أو رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان. سيناريو المواجهة بات العنوان الرئيسي للتحركات العسكرية المتبادلة بين الصين وتايوان، فالجيش التايواني أجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أكد أنها محاكاة للدفاع عن الجزيرة ضد هجمات صينية. يأتي ذلك بينما استمرت الصين في عملياتها العسكرية في محيط الجزيرة التايوانية، حيث عمدت إلى تمديد مناوراتها البحرية والجوية المشتركة، وذلك مع استمرار التصعيد على وقع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ودفعت بكين عن تصرفها واصفة إياه بأنه رد حازم ومناسب في وجه الاستفزاز الأمريكي. وزير خارجية تايوان جوزيف وو أكد أن الصين استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان، مضيفا أن نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها، كما لفت إلى أن التدريبات العسكرية الصينية تعوق أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم. واشنطن بدورها ترى أن خطر حصول مزيد من التصعيد من جانب بكين ضئيل، حيث أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قلقه من التحركات الصينية، لكنه أعرب أيضا عن اعتقاده بعدم التمادي في المزيد من التصعيد. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، مؤكدا أنه سيجعل حلف الناتو الأقوى من خلال توسيعه. وأضاف بايدن أن أبواب حلف الناتو ستبقى مفتوحة لبقية الدول الأوروبية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة السويد وفنلندا في مواجهة أي تهديد لهما. كما أضاف الرئيس الأمريكي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بددت فرص السلام، مشددا على ضرورة ردع التهديدات قبل أن تضر بحلفاء بلاده. التزمنا سوية مع فنلندا والسويد بأننا سوف نقوم بالترقب في مواجهة أي تهديد أو عداء قد يطال بلادنا، وكنت قد أكدت لحلفائنا بأنه سوف تتم عملية الضم بأسرع ما يمكن. على مر عقود سبعة من الزمن كان حلف الناتو هو الأساس للأمن ليس فقط في أوروبا بل أيضا للأمن في أنحاء العالم، يمكننا أن نحتفي بهذه الدول التي تشاطرنا قيمنا. من الضروري أن يتم ردع التهديدات قبل أن تلحق الضرر بحلفائنا وأصدقائنا. أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا. وخلال تصريحات صحفية قال كال إن الصواريخ تم إرسالها كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة التي أقرتها وزارة الدفاع الأمريكية، وهما يعني أن البنتاغون يرسل هذه الأسلحة من مخزونه الخاص. That doesn't mean we have to play into that. I think it would only play to Beijing's advantage. What we'll do instead is to continue. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لتخزين صواريخ هاي مارس الأمريكية الصنع ومدافع هاوتزر M777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة، وكانت كييف قد أشادت بوصول منظومة هاي مارس بعيدة المدى المتطورة من الولايات المتحدة باعتبارها عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة. «Хаймарс», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам M777. Продолжается нанесение ударов. استنكر الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي لفرض حظر على سفر جميع الروس ووصفها بأنها مستفزة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
إن أوروبا عليها اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت ترغب في سداد فواتير زيلينسكي، مضيفا أنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم. دخلت الخطة الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% حيز التنفيذ للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز احتياطاته قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا. وتستثني الخطة الأوروبية بعض الدول غير القادرة على توفير ما يكفي من الغاز، حيث طالبت المجر التي تعتمد على الغاز الروسي كليا باستثنائها من هذه القاعدة. قال مسؤولون بوزارة المالية الألمانية إن الوزارة تدرس رفع عتبة فئات الضريبة على الدخل وزيادة علاوات رعاية الأطفال لمساعدة الأسر في التغلب على أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ عقود. وأضاف المسؤولون أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل سيرتفع إلى 10,632 يورو العام القادم وإلى 10,932 يورو في عام 2024، وذلك من 10,347 يورو يتم حاليا. حذر اتحاد المستأجرين الألمان من أن ملايين الأشخاص في ألمانيا قد لا يتمكنون من دفع فواتير التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز. ودعا اتحاد المستأجرين إلى إصلاح شامل لنظام بدل السكن، فضلا عن زيادة الحماية ضد الفصل، مما يجعل الحياة أسهل للمستأجرين ويخفف أعباء زيادة الأسعار. ويتوقع انهيار قطاع الطاقة في الشتاء القادم بألمانيا وارتفاع الأسعار بسبب احتمال توقف إمدادات الغاز الروسي. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الضغط على الحكومة البريطانية يتزايد بشأن الإعلان عن حزمة دعم جديدة للأسر المتعثرة نظرا لارتفاع أسعار الطاقة. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة استشارات الطاقة بالمملكة المتحدة إنها تتوقع أن يصل سقف أسعار الطاقة إلى 4266 جنيها استرلينيا سنويا للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مضيفة أنه من الضروري أن تستخدم الحكومة توقعات الشركة لتحفيز مراجعة حزمة الدعم المقدمة للمستهلكين. قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن إنه من المحتمل أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من أعلى مستوى لها في 14 عاما لمعالجة الضغوط التضخمية للاقتصاد البريطاني. وأضاف رامسدن أن زيادة التضخم ظهرت في ارتفاع الرواتب في بريطانيا وخطط تسعير الشركات، وذلك بعد إعادة فتح الاقتصاد العالمي عقب عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا ثم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. التاسعة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد تعرضهم لحجر صحي إجباري، 80,000 سائح يستعدون لمغادرة جزيرة هينان الصينية. قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها بدأت مراجعة متجددة للقاح فايزر بايونتك الجديد والمضاد المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. ويستهدف اللقاح متحور أوميكرون بالإضافة للسلالة الأصلية التي تم تحديدها لأول مرة في الصين والتي تقف حاليا وراء معظم الحالات في المنطقة.
قالت السلطات الصحية في الصين إن حوالي 80,000 سائح عالقين في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب البلاد بعد رصد إصابات فيروس كورونا سيتمكنون من المغادرة في الأيام المقبلة، ولكن آخرون سيضطرون إلى الانتظار. وأضافت السلطات الصحية في الصين أن السياح في رحلة منظمة إلى المناطق التي لم تسجل فيها إصابات سيسمح لهم بالمغادرة بعد نتيجة اختبار سلبية لمرتين في غضون 48 ساعة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لقطاع إنتاج أشباه النواقل بشكل خاص في الولايات المتحدة. وأكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي، مضيفا أن القانون يخصص عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير. التغير الأساسي يحدث اليوم سياسيا اقتصاديا وتكنولوجيا، التغير الذي يمكن أن يقوي إحساسنا بالسيطرة والأمن والكبرياء وإيماننا بالأمة، أو يمكن لهذا التغيير أن يضعفنا بحيث أن الناس الذين تركناهم إلى الوراء يتساءلون هل الديمقراطية يمكن أن تحقق لهم أهدافهم؟ هذه هي اللحظة التي نواجهها، وأنا أعني ذلك. نحن نسمع كل الضوضاء ونعرف أنه بالنسبة للذين يسعون للحصول على السلطة وتأمين المستقبل، أولئك الذين يسعون إلى الانقسام بدلا من تقوية الوحدة، الذين يمزقون بدلا من أن يبنون. اليوم أمريكا تنجز وتحقق الأهداف. أمر المستشار النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته وألقي القبض على المتهم وجار استجوابه. وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم إخطارا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته بالقرب من محكمة الزقازيق أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد ألقى القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة. وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة برفقتها الطبيب الشرعية وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها. وقد تحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد فرص التعاون المشتركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي. خلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط أن التحالف يستطيع أن يلعب دورا مهما في عدة محاور، منها التمكين الاقتصادي وتوعية وبناء الوعي لدى المواطنين بخطورة القضية السكانية. كما أشادت بفكرة تأسيس التحالف وما حققه خلال الأشهر الماضية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني في كافة الملفات. وقعت هيئة الدواء بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين. ويتيح بروتوكول توفير هيئة الدواء لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحي الشامل، والتعاون في مجال حوكمة وتنفيذ مشروعات التطوير في الممارسات الصيدلية والدوائية والدراسات البحثية، وإطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء وتبادل الخبرات بين الطرفين. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الكهرباء في المحافظة. وقال محافظ شمال سيناء
إن الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء في شتى قطاعات خاصة قطاع الكهرباء، مضيفا أن الدولة تولي اهتماما بقرى الشيخ زويد ورفح ودعمها بمحولات مختلفة القدرات وخطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط. انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للشباب تحت عنوان من أجل المناخ أفريقيا في القلب، والذي تستضيفه جامعة الأزهر. وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر في أن الجهود الجامعة في تطبيق التجارب المصرية الناجحة في تخفيف ومعالجة الأثار الناجمة عن التغير المناخي جعلها بيت خبرة إقليمي للقارة الأفريقية، لافتا إلى أن المنتدى يسعى إلى العمل على سد الفجوة بين الخطة الحضرية الجديدة كلغة تخاطب دولي. خلال هذا المؤتمر هنقدر يعني نعرف المشاكل اللي بتواجهها الدول الأفريقية من خلال شبابهم، وإزاي يكون الشباب جزء من الحل، لأن الشباب أو خطط التكيف والتخفيف اللي هتقوم بها الدول الأفريقية بتقوم من أسفل إلى أعلى. تأكيد إحنا كمجتمع النهاردة لابد إن إحنا نكون حريصين على الاستفادة من هذه القمة، وكمان علشان الشباب اللي عندنا اللي موجودين في تخصصات مختلفة يكون عندهم مفهوم التنمية المستدامة ومفهوم التحول الأخضر. يعني النهارده لما يكون عندنا شباب خريج كلية تجارة وإدارة أعمال لابد ان هو يكون فاهم مسألة التحول الأخضر، مسألة الاقتصاد الأخضر، مسألة دراسة الجدوى البيئية، لأنه لن يكون هناك مشروعات معتمدة في الفترة القادمة ما بعد الكوب ليس لها بعد بيئي. على المنتدى نحن شاركنا فيها واستفدنا كثيرا. خلاصة ما أخذت من هذه المنتدى أننا لابد أن نحافظ على البيئة، بيئة بأكملها. إن لم نحافظ عليها سوف تعبر، وتعبيرها هي يعني درجة الحرارة التي ترتفع هذه، والسيول والفيضانات التي نرى. يعني ليس بعيدا حدث فيضانات في إفريقيا الوسطى، يعني نتيجة ذلك تبين لأنها يعني تلوث في البيئة، فلا بد أن نحافظ عليها. نظم قصر ثقافة السويس حفلا مزج بين التواشيح الدينية الإسلامية والترانيم المسيحية في أبهى صور الوحدة الوطنية والتناغم الفني والثقافي. وقال مصطفى السرحة مايسترو الحفلة أن الفريق من منشدين مرنمين وعازفين قد بذلوا جهدا كبيرا للظهور بهذا التناغم، مشيرا إلى أن التدريبات لم تتعدى 23 يوما. صدد تقييم فرقة جديدة للإنشاد الديني سواء الإسلامي أو الترانيم الكنسية مشتركة كتجربة جديدة في محافظة السويس تبع قصر ثقافة السويس، ولسه ما شفناش الفرقة عشان أقدر أقول رأيي فيها، بس إحنا عادة يعني بنشوف من السويس مواهب ممتازة دايما، متوقعين خير منهم بإذن الله. هي تجربة فريدة طبعا إن هم بيعملوا الأعمال بتاعتهم بجوارنا جنبنا، وإحنا طبعا بنعمل الشغل الإنشادي الديني بتاعنا المعروف، وبندمج في الوطنيات طبعا بالذات كمان الوحدة الوطنية، ودايما اللي بيجمعنا مصر وأرض مصر وشعب مصر، شعب واحد. فرقة بتشمل الترانيم مسيحية زائد إنشاد إسلامي، ودي فرقة نوعية من أول مرة تتطبق تقريبا في الشرق الأوسط بالمنظر ده، إن يبقى معاها فرقة موسيقية مصاحبة حقيقية، والاتنين في هارموني، مش ده بيعزف لوحده ده بيشتغل لوحده، بيشتغل أغنية وأغنية، وفي النهاية خالص هتبقى في مفاجأة إن إحنا هنعمل حاجة مشتركة ما بين الاتنين. يعني دايما الموسيقى هو السلاح الوحيد ان احنا نقدر نقضي على اي فكرة غريب عننا. فكرة الدمج بين الانشاد الديني الكنسي والانشاد الديني الاسلامي فكرة كمان كنا مفتقدينها من زمان، ولما حد قبل كده جربها يعني كانت النتائج بصراحة كويسة جدا. والآن مشاهدينا مع أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وميرفت المليجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة.
أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيديوغراف على صفحتها الرسمية الفيسبوك بمناسبة مرور 7 سنوات على صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 9 أغسطس من عام 2015. يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات جغرافية وإمكانات تؤهلها لمنافسة المناطق الاقتصادية العالمية. قامت المنطقة الاقتصادية للقناة خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2020-2025 بمراحلها المختلفة، وقطعت شوطا طويلا في تطوير وتجهيز الموانئ وفق أحدث النظم العالمية وإمدادها بالمرافق اللازمة، وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي والخدمات المقدمة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار. في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع البترول، شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع اتفاقية لتطوير نظم ممارسات السلامة في قطاع البترول. الاتفاقية تتضمن التعاون في تنفيذ مبادرة لإطلاق مركز تدريبي متطور للسلامة في قطاع البترول وفق أحدث المعايير العالمية لممارسات السلامة، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية. يستهدف المركز التدريبي المتطور للسلامة العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة الإنشاءات فقط. إلى البورصة المصرية، والتي أنهت مؤشرات جلسة اليوم على تراجع جماعي بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضية. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,047 نقطة متراجعا بنسبة 78%، ليصل إلى مستوى 9968 نقطة. كما فتح مؤشر الأسهم أو المتوسطة EGX70 عند مستوى 2011 نقطة متراجعا بنسبة 64%، ليغلق عند مستوى 1998 نقطة. أما مؤشر EGX100 فتراجع بنسبة 2938 نقطة بنسبة تراجع وصلت ل 69%، ليغلق عند مستوى 2917 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرش للشراء، أما اليورو فسجل 19 جنيه و54 قرشا للشراء و19 جنيه و63 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و12 قرش للشراء و23 جنيه و22 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5.19 جنيه قرش للشراء و5.22 جنيه قرشا للبيع، والريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع. توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية والطلب كذلك على المنتجات البترولية في العام الجاري 2022 مع نمو الاقتصاد. وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع إلى 11.86 مليون برميل يوميا في العام الجاري 2022 مقارنة بنحو 12.2 مليون برميل يوميا في العام 2019. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 19.7 مليون برميل يوميا في 2021، يصل إلى 20.3 مليون برميل يوميا في عام 2022. انخفضت الأسهم الأوروبية بينما ينتظر المستثمرون في حذر شديد بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً بنسبة 6%، ماحياً كل مكاسبه تقريباً والتي سجلها في أفضل جلسة له في أسبوعين يوم الاثنين. هبطت أيضاً أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد كالتعدين وصناعة السيارات بعد أن كانت بين أكبر الرابحين في الجلسة السابقة، وخلفت أسهم البنوك الأوروبية اتجاه السوق لتغلق مرتفعة بنسبة 1.1%. أغلقت الأسواق أسواق الأسهم في منطقة الخليج متباينة قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة أم لا. وارتفع المؤشر السعودي 0.3%، كما تقدم مؤشر دبي 1.1%، وصعد كذلك مؤشر أبو ظبي 0.2%. في المقابل انخفض المؤشر القطري 0.3% في ختام التعاملات. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، لكن التسعة ما زالت مستمرة، نعود فيها من جديد لاستكمال ما تبقى مع إلهام نمر وميرفة المليجي. شكرا لك مصطفى ميزار على هذا العرض. أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها جلسة حوارية بعنوان صناعة الجلود في مصر بين التحديات والمأمول. تأتي تلك الجلسة في إطار مبادرة تفعيل مدينة أروبيتي، حيث تهتم الجلسة بمناقشة صناعة الجلود في مصر ما بين وضعها الراهن والمنتظر في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة والصناعة، فضلا عن الجهود المبذولة في هذا الصدد لمستقبل تلك الصناعة الهامة. بنتكلم ازاي في المرحلة جيم نقدر نطلع منتجات ومحال بقى او اماكن تجارية يتم عرض فيها منتج محلي قابل للمنافسة عالميا، لان طبعا البراندز العالمية بتبقى محتاجة فاشن معين، ديزاين معين، ليه احنا كدولة مش قادرين نوصل لشكل الفاشن ده او نقدر نوصل لفاينل ديزاين يناسب المنتجات العالمية ونقدر نصدرها، خصوصا ان دي صناعة طبعا حجم الواردات سواء صادرات او واردات فيها عالميا كبير جدا. ابرز الافكار ان احنا نحل المعوقات في مدخلات الانتاج في صناعة الدماغ وصناعة الأحذية، ان احنا نحاول برضو ان احنا نجيب الاستثمار الأجنبي لمدينة روبيكي، ان احنا نطور صناعة الجلود وكيفية تطوير صناعة الجلود. هذه المدينة تم تصميمها تصميم عالمي لتتواكب مع الأذواق والكواليتي العالمي للمنتجات الجلدية. والجدير بالذكر ان هناك معادلة صعبة جدا، ان مصر بتصدر 70% من الجلود غير مصنعة، جلود مطبوعة فقط لا غير، وبتستورد 80% من احتياجاتها من المنتجات النهائية. فكان هناك القرار بتعميق هذه الصناعة والحد من الواردات ورفع الناتج المحلي في هذا القطاع. المصانع اللي موجودة فيها، مش هقول بقى طبعا كلها لان في مصانع طبعا موجودة صغيرة، ولكن المصانع اللي موجودة في الروبيكي هي زيها بالضبط زي مصانع الدباغة اللي موجودة في العالم او في ايطاليا بالذات على وجه الخصوص. طيب احنا عندنا النهارده من التحديات الكبيره اللي اتعملت في الروبيكي وهي ال100 مصنع اللي اتعملوا للاحذيه والمنتجات الجلديه اللي هم لسه ما زالوا تحت يعني لم يتم افتتاحهم، ولكن اول ما هيتفتحوا او لا اعتقد انها تبقى خطوه مهمه جدا جدا جدا. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية في نشرة التاسعة. أخبار الرياضة مع مصطفى مزار. من جديد شكرا ميرفة المليجي وشكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولكن في هذه الجولة في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يستضيف الزمالك الآن فريق مصر المقاصة في الجولة 30 من الدوري الممتاز. انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.
في البطولة ذاتها فاز بيراميدز على مضيف غزل المحلة بهدفين نظيفين، وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر. ما زلنا مع بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي غدا مع المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة 30، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف سموحة فريق فيوتشر، بينما يحل الجونة ضيفا على المقاولون العرب. أسفرت قرعة النسخة الجديدة من دوري الأبطال، دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 عن مواجهة الزمالك مع ألكتسبور التشادي في الدور 64، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الجيش الرواندي والاتحاد الرياضي التونسي في الدور 32. هذا وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة بيراميدز مع الفائز من لقاء هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في الدور 32، بينما يلتقي فيوتشر مع بيكو بول الأوغندي في الدور 64. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة الرياضية، أعود من جديد مع إلهام ومربة الاستكمال ما تبقى. شكرا لك مصطفى ميزار على هذا العرض الرياضي. والآن مشاهدينا مع أخبار الطقس في نشرة التاسعة. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى ميزار. شكرا جديدا إلهام وشكرا أيضا مربة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 32-25 يكون الجو فيها أيضا حار، في مطروح 30-24 حار، في بورسعيد 32-26 أيضا يكون حار، في الإسماعيلية 35-24 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 24 ويكون الجو فيه حار، في العريش 33-24 يكون الجو فيه حار، في طابة 37-26، في شرم الشيخ 39-29، في الغردقة 39-30 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 درجة مئوية والصغرى 28، والجو في محافظة الأقصر يتسم بشدة الحرارة. في أسوان 43-31 أيضا الجو هناك شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42-25 أيضا الجو شديد الحرارة، في شلاتين 39-31 ويكون الجو فيه حار، وأخيرا في حلايب 35-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وقطر في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير. خطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء لاستغلال الغاز وتوفير النقد الأجنبي. بايدن يوقع على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع الزميل يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا إلهام، ازيك يا ميرفت، عاملين ايه؟ كله كويس، كله تمام.